من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقوات الاحتلال بتتعمد استهداف الصحفيين وعائلاتهم وأيضا مكاتب وسائل الإعلام المختلفة. لغاية دلوقتي عدد كبير جدا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ارتقوا شهداء نتيجة الاستهداف الغاشم من قوات الاحتلال. جرائم بشعة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تم قصف حوالي 20 منزلاً للصحفيين بشكل كامل والبعض بشكل جزئي، ما أدى إلى إصابة واستشهاد أفراد عائلاتهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينية. وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 40 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 12 ألف شهيد منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر بحسب تقرير للجنة نشرته على موقعها الرسمي. وأوضح التقرير أنه تأكد مقتل 40 صحفياً وإعلامياً منهم 35 فلسطينياً وواحد لبناني، بالإضافة إلى اختفاء 3 واعتقال 13 آخرين، بالإضافة للاعتداءات المتعددة والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسرة. وهو ما دعا التقرير إلى وصف الحرب الحالية بأنها الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين المكلفين بتغطية الصراع منذ أن بدأت منظمة لجنة حماية الصحفيين بتوثيق الاعتداءات ضد الصحفيين منذ عام 1992. التقرير أشار أيضاً إلى أنه تم تدمير حوالي 50 مقراً ومركزاً لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف، منها شبكة الأقصى الإعلامية ووكالة معنى الإخبارية ووكالة سوا ووكالة شهاب وصحيفة القدس وإذاعة بلدنا وإذاعة زمن ووكالة الوطنية ووكالة خبر وصحيفة الأيام وشركة إيفنت للخدمات الإعلامية ومؤسسة فضل شناعة وإذاعة القرآن الكريم ووكالة شمس نيوز وتلفزيون فلسطين ومكتب الوكالة الفرنسية.